لسه الكتب جديدة، ليش اشتري غيره؟ لسه الكتب جديدة. الله لك نسيت شو انا ايش عم بيصير. طيب متى جبت الاشياء لازمك؟ انا اقول لازمك شيء ما تشتري. طيب متى جبت لازمك شيء؟ تقول لي شو لازم احكي لازم اشوف كل واحد. غشوني. اي الله عليك بغشوك. يلا شوفي هي عشان بدي احكي معك موضوع كثير مهم. عشان في الحقيقة يعني انا عمي ابو صالح ايش شغله بخشه فيك زكاتك ناديلي يا ابوكي تكرم عينك شو كنت عم تحكي معه انا كنت افهم انا عم بسمع عم بسمع البنايه انه ما حدا راقب الدليل لا زكاه ذاته خلص خلص اذا بتحكي معي هيك مره ثانيه بعمل منك ريسه ريسه ماشي ماشي نزلي احيانا ما راح انزل ايدي اللي لك جاوبني شو كنت عم تحكي معه كنت عم بقول لك بدي اشيل الطعم بدي اشيل الطعم اسمع اخوك مره ثانيه اذا بشوفك عم تاخذ وعم تعطي معه تعرف شو رح اعمل فيك هدول عيونك التنتين ببصلك يا رب فهمت ولا لا؟ اصبري اهلين روكي اهلين ابو صي الله يعطيك العافيه الله يعافيك انا رايح اغير في الاسطوح بدك شيء سلام خبرك الله يحميك يا رب شو بكري مضايقك شي روكي لا روكي في لك يا عم ابو صي اخي الشاب المصري تعدى ما بعرف اني قعدنا معه من كفتره بالاخير يروح يغير في بتاع الصبح وينك ابو صيف بين نواياك العاطيه بنفكر العدد اللي جايب لنا رجال بلطجه يعني فايل وعطال عام وبكون غلطان كل شيء الا بدورها شوف اخي تصطف له منكم الو انا ما دخل شو عمال غني مو على اساس انه يصير في الكيلون شو صار معه احكي لك كلمه انا ما دخلت لا تدخلوا شباب اللي في ابوه ما دخلوا لا ما دخلوا على راسي معناته شنو وصلت للسلاح الابيض؟ طول بالك انا وصلت للسلاح الابيض ولكن طول بالك يا عزاز وصلت من 60 وصلت وينه؟ عرفان بيت انا دخلت كنت شريطه انا ما بعرف مين انت واحد عم بتفهم؟ لا بحكي لك شو قول؟ شو عم يقول خلص الله يرحمك يا ابو صي شو لا قصدي الله يرحم ايامك لما كنت رئيس مجلس بناء ايدي حتى تعرفوا ايدي عم تحمل السكين اذا ما انا بتحمل السكين لك ليش ليش هات السكين هات اسمعي لك هاي مرة انا قضيت بتشريط القميص مرة ثانية رح وصلها للحم ايه وصلها لا روكي اتركه شو ما بتفهم انت دب معي عم تحكي الحكي ايه عم تحكي معه بدك تقعد بالبناية تقعد بقدك ايوه انت عارفاني مع مين عم تحكي؟ انا روكي بلا روكي بلا بطيخ بلا بطيخ؟ ايه انت ليش في حدا تاني قدامنا؟ مدام قلو لي اعطي السكين اعطي السكين ولا؟ اعطيه شو عم تستنى بدك تروح لغراضه كمان؟ العالي ضربك العمى لك عم تحكي معي؟ ايه معك لك عم معك يا لك اعطيه احسن مناوله اعطيه السكين ولا؟ مدام شو هاي سوي هيك هاي طبيبة أفعى ومن هين تعرفتيها من بروسني شفتوا عملك بيشبهك كثير امي شو حكينا لسه بتحكي امي شو حكينا قلنا بروسني خير امي ليش كان ليا لو تشوف روكي كيف بهدله بسنكوح سواء قدنا من قدامنا ايه بيستعمل لانه غليظ لو تشوفي كيف شرشط له طيابه شرشطه تقولي نمر وهجم ايه بهدله وبهدله وهبره تكبير خرجه شو بدي اعمل لك انت شغلتك حماماتي بتحمل دره بيضه وانبوز شو حملك السكين خود اشرب مشان تروح الرعبه والتعب والخرجه
هو بيني وبينك انا مدام اخذني غدر لو ما هاكل شلفك شليخ. مبين واضح انه شلفته انت تشليخ. انا لو ما طلعت انقصك منه كان نهناكنا هنا. لا يا مدام شو نهناني هو؟ شو عم تحكي انتي؟ لسه ما بتعرفيني. انا شغلي كبير اسالي بكري. ليش بكري انظم منك؟ تضرب منك الو. شو قلتي؟ تضرب منك الو. بهدلت، عملك بهدلت، أنا بهدلت. لك إعادية، من أين كانت هلأ بهدلت من نسوان هالأهمية؟ أخ، لو ما كمشت حالي بس كنت عملته ليك شي صعوق. خلاص خلاص، هلأ كرمال الأستاذ مروان تحمله. بلا مروان بلا بطيخ، لو هو حكي معي حكي كنت أكلته بلا ملح. خلاص صور بالك، امشي. لك امشي خلاص، لا تنح، امشي معي خلاص، عملك رويش. شارك امشي. طلع الاكل وعود كل متخرق والعالم. ما بدي ليش اللي بكى؟ عم اقول لك طلع الاكل وعود كل مثل الخرق والعالم. وانا عم اقول لك ما بدي هيك مرتاح. على اساس عم دور على راحتك انا. طب ليش انت على الطلعه والناس اللي ورايحه بتشد الاثنين؟ ليش هيك عم تشد الاثنين؟ ليش عم تشد الاثنين؟ شو صارت حمراء حرام عليك؟ يكون انت عندك ابن بتعمله ما بصير هذا الكلام. سامي تعال نحرق. مرت عمي طولي بالي. ما بدي طول بالي بدنا نحرق. لا طولي بالي الله يخليك. مشاني مشاني ولا مسامح حبيبي. ماشي. بابا رجاء بابا رجاء عاملين المنشفة. أكيد بيكون مصير. لك انا من هون. عم تحكي معي انت؟ انا من هون. شو الاخبار؟ ممتازه بس يعني على المؤاخذه اضطريت اعمل له بدل اخوه بكري. بكري مو مشكله ما بزعل ولا يهمك. اذا زيك ماشي حال كل واحد وقف بوشك اعتبره بدري. بس يعني على المؤاخذه حماتك ومرتك بهدلوني كثير. أنا بدي إياها تستلم البناء كلياتها وحماتي ما تدور علي. بس ما لها حاجة تسوي. نسوان بتسمع شو عم يحكوا؟ ما بسمع شي صوتهم واطي كتير. يا ترى شو عم يحكوا؟ كيفك سمورة؟ عم تقلي لي كيفك؟ قدام امي ما في مثلها، اما من كل حنا تنزل فيني سبع قرع عم تقلع امي. صحيح سامر عم ينزل فيك سبع قرع ويقلع؟ ايه امي. سامر امشي نضب غرامنا ونروح على بيتنا، بدنا نحرق نحن، البني ادم ما في اريح من بيته. شو اللي سمعته؟ شو حال اللي سمعته؟ شو صاير امي؟ شو صاير امي؟ مالك عرفانة يعني؟ انا مالي معهم ابني على السفر والرقع، انا مربيته شغل ايدي، هي التربية الحديثة، مو يجي صهري مثلا ضهري بدك تيجي على اخر الزمن يعمل علينا رجال. يعني انا حظي يا جميلة. سامر؟ تعال فوت دب الغراب، بدنا نحرق. لا امي لا لا ما في حرقان. امي لك شلون بدنا نحرق الحين ونأجر البيت؟ بعرف حركات. فوت سامر ضبر الغراب، بدنا نحرق لانه انا فايق. انا فايق ما في روحها امي، ما في روحها. انا بحبوني كثير. زرعي بدأ من هالمرة. شو حكى مزرعة انا؟ امي هي علينا. شو حكينا؟ حكينا مزرعة. اي 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 يا عطرق مشان صارك ترفع صوتك على معلمينك مرة ثانية، فهمت ولا لا؟ اسمع لك هذا الصوح ما بتشوفه بنوب ولا اشلاك التنتين مكسره، فهمت؟ انا فاجئ لامي هلا. خوفني. لا انا رجال ماني شايفه قدامي. يلا يلا يلا.
لك يخرب بيته من حاله، لك يخرب بيته من حاله، بيعرفوا انه ابني نازل فيه سفق رقع سفق رقع. هالشنتير مفتكر ابني شنتير من حكايته، طوبي لعبه ما بيضرب ما بيضرب. اذا بشوفه وبيعلق بين ايدي نشر الله يعمل رشوي. ما تعمل طولي بالك خلاص، انا بتصرف. شو بتفتكر اني ما رح اضل قاصر؟ انا عند اللزوم بعرف حقي بايدي وطول عمري بعمل هيك. هلا قولوا برا يا جماعه، شو قولك نسياني انه انا الهزاز هون؟ اذا ما بشرح بشليخ اعملي ايه؟ لا يا مدام شفتي بعيني ابو صيد لما مسح في الارض. انا رايي برافو عليك يا دحى، اجيني هفتك مين بسطتي؟ هي عملت جماعه بين بعضهم كذب. خليه شرط له هيك، احنا عم بصرك هيك. أهلا معلم. لك صوتك لك ليش؟ مش عم يسمعنا روكي؟ روكي خلاص. شو عرفان بيك؟ لقيت لهم حلا مشكلة بيناي؟ أنا برأيي هيك مش شخصية، ما لازم يتدخل في مجلس بيناي نهائيا. لك شو هالحكي يا قصي؟ شو هالحكي يا قصي؟ واحد نازل تحت البناية أبدا ضرب بوكس رسل الهوا بتقلي مش شخصية يا قصي. شو رايك يا قصي؟ اخي انا هيك بفهم. شو رايك استاذ مروان؟ انا مالي علاقة بالموضوع كلياته، لا تحكوني فيه. ابو قصي انا مثل ما عم اقول له قلعوا مغرفتك. ايه قلعوا مغرفتك رجلك، انا بدل واحدة مستجيبة. اخي ليش قلعوا؟ رجل انا مرتاح معه، مزعجني، ما في بيني بينه شيء، كمان استاذ مروان ما في بيني بينه شيء، فالحق على مين يعني؟ على روكي. تسمعوا مني غضبكم ولا تحت لروكي. مرفوض مظبوط يا بطل، لك يسلمها أفضل من الدم يا بطل. يا حرام من طيورك مشتاك حيوة كذبة، لك حرامي وكذاب كمان. لا كنت تعلمني على حبيب قلبي أبو قصي، تعال هون لشوف تعال. وي أبو قصي لا تواخذني إن شاء الله، لا تواخذني. صدقت إنه أنا حبيبي قلبك أبو قصي ولا ما صدقت؟ لا تواخذني لا تواخذني، هذا راسك لبوسه. لك إحنا جبناك مشان تشرك زيارة ولا تشركنا؟ أنا آسف وبعتذر عمي، بعتذر بعتذر. وقف انصرف شوف خدني. خلص ولا يهمك، فوت بابا من الدكتور الحكي. فوت فوت عمي فوت. ودي على هالشيء اللي شفته. تعالوا تعالوا تعالوا. هاي كشديك أهو. وإذا ما لقيت صدقني هاي اللي لبنا. ايه مضبوط، بس بيكون بس مطيرها. مين روكي يعني؟ لك روكي بس يا ترى بفهم القصه. وستاوز من يومين حتى وين ابغى اسوي؟ معناتها معلم. شو معناتها ستاوز؟ نعم. شو رايك تطلع معي فوق لما بجيك بعينه؟ لا عم لا بيطلع لك من زمان على القصه. بكري؟ ها طلع معي فوق. لا عم لا بيطلع لك، ما دخلني. بكري؟ خايف من روكي انت؟ لك خايف انا خايف، الساعه ما ساعه بتعمل بوكسي يا كلب انه ما بطلع. تطلع لانك طالع معك، لا تخاف منه، يلا امشي خلص معي انت. يا تتصل تقطع معي قلت لك قومي اشتري لي كاسو زم. ما بدي هذا روكي واقف على الباب، ما صار عم تعمل نيع نيع. واذا واقف على الباب بطلع بشرفك رح نعمل تشريف، قومي اشتري لي كاسو زم. ما بدي خاف يلقطني. لك شو يلقطك؟ شو الدنيا فلتاني سايبي؟ بطلع بنقرب بوكس بغير الاسنان عشان اخذ تشريف بايدي. اكل البنايه خايف منه، بالعكس تلك وده وكرتي. تلك وده وكرتي ناقصنا كان. خليني اعيش وتشرشحت قمنا. حلوه شغلتنا بالمحلوه صبوح. ما قلت لي شو رايك بروكي؟ بدك صراحه للحظه افتكرت حميماتي عن جد. لا وشو عرفها؟ انا شو عرفتني حميماتي؟ نحن اربعه. ايوه معناتها بحبك بروكي. لا هي عدو، ما في حميماتي بحب الثاني، الحميماتي بحب الطيور بس. هلا الاستاذ الممثلي قصدي المهندسي بحبوا بعضه؟ بالله شو هلا عم تقارن الحميماتيه بالممثلي قصدي بالمهندسي؟ انا شو اسمي؟ مروان. لا استاذ مروان. أنا شو اسمي أنا؟ هزاز حماماتي. لا الأستاذ سنكوح. أنا شو اسمي؟ العواطي بكري. لا
من شرف الله تفرخصي بس انتهى عليك عرف عن حالك نوال ما كنت لحق علي انا بس حبيت تنوق عليك من الباب ما شفتك انت حالك تنوق من الشباك معلش عمي معلش خير بغيرك خير بغيرك معلش بس انا جاي اطمع ان شاء الله هيك سنكون عم توصلي فيه مزبوط ولي يمك ولي يمك عم شرف عملك هالشيء خلاص ما ضيفتني وخلاص خاطرك اي مع السلامة شو عملوا؟ ما ادري مين هو الله لا يوفق شوهني الله يوفق ذبح اللي ذبح لك انا ما ضربني انا ضرب شبكي لعبي معي كوني رئيس مجلس البنايه اخ اخ كاد ان يكسرني حياتي الله لا يوفقه لك انا اللي زعجت انه قهرني قهرني وكسرني وانا بحكي الله لا يوفقه شو رايك استاذ مروان باللي صار روكيا يا افتح على مروان احكي استاذ مروان ليش شرط شرطه عم زهز نفسي للرحيل طيب فوت باي شرب شو بدك معك انت يا حبيبي شرب 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 كان بيناتنا وراح راح اي كان بيناتنا وراح راح